هيئة الإمارات للهوية تبدأ اعتبارا من صباح الأحد تلقي طلبات تسجيل الأطفال المقيمين دون سن 15 الملحقين بجوازة سفر ذويهم وللأشخاص الذين يحملون إقامات سارية المفعول. وكانت هيئة الإمارات للهوية دعت أولياء أمور الأطفال إلى المسارعة في تسجيلهم قبل الأول من أكتوبر المقبل عبر مكاتب الطباعة من دون الحاجة إلى زيارة مركز التسجيل. وسجلت هيئة الإمارات للهوية إلى الآن أكثر من 92% من الأطفال دون سن 15 عاما، بينما تمثل الأعداد المتبقية نسبة قليلة، إذ تضم عددا من الأطفال لم يتمكن أولياء أمور الأطفال من استخراج جوازات سفر مستقلة لهم، إضافة إلى الأطفال الذين تنتهي إقامتهم خلال العام الجاري. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ مصبح عبيد المسماري المدير التنفيذي للشؤون الإدارية والعلاقات بالإنابة في هيئة الإمارات للهوية. أستاذ مصبح مرحبا بك. يا مرحبا. يا أهلا. قامت هيئة الإمارات للهوية بالسماح بتسجيل الأطفال الملحقين على جوازات سفر ذويهم في بطاقات الهوية، أسباب اتخاذ هذه الخطوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تسجيل الأطفال، أول شيء نذكر أن تسجيل الأطفال الذين تنتهي إقاماتهم بعد 31 ديسمبر 2012 يجب أن يكون بنهاية هذا الشهر، وإلا يتعرض الأشخاص إلى يعني غرامات التأخير. الهيئة طبعا ارتأت ودائما في تواصل مستمر مع متعامليها، فمن خلال الدعوات اللي وردت للهيئة من المتعاملين من طريق الموقع الإلكتروني وعن طريق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال وسائل الإعلام الأخرى، ارتأت الهيئة أن يتم استثناء هذه الفئة من الأطفال، وهم الأطفال الذين يعني ملحقين بجوازات سفر ذويهم سواء كان الأب أو الأم بالتسجيل، حتى يعني لا يفوتهم الوقت زين، وحتى يتمكنوا بعد ذلك من يعني فصلهم عن جوازاتهم. فهذا كان حقيقة استجابة لدعوات المتعاملين. طيب كيف سيتم إنهاء إجراءات التسجيل دون استخراج جوازات سفر مستقلة بالأطفال؟ الإجراءات هي نفس الإجراءات التي يعني الموجودة للأطفال الذين لهم جوازات سفر خاصة، ما على يعني ولي الأمر إلا التوجه إلى أحد مكاتب الطباعة. طبعا لا يتطلب الامر حضور الطفل نفسه الى مكتب الطباعه، التوجه الى مكتب الطباعه، احضار جواز السفر الملحق فيه الطفل، جواز السفر الاب او الام. نعم. وكذلك يكون طبعا في اقامه ساريه، هذا شرط اساسي، صوره للطفل بخلفيه بيضاء. نعم. وبطاقه الاب والام ايهما يعني يتوفر، وتكون البطاقه طبعا ساريه، لكن في حاله ان الطفل ملحق بجواز امه لابد من وجود بطاقه الاب حتى يتم تسجيلها. نعم. للطفل. نعم. ما هي اهميه بطاقه الهويه للاطفال الذين هم دون 15؟ طبعا مثل ما تعرفين الان توجه الدوله ان تكون البطاقه هي البطاقه الوحيده او نعم. او الوثيقه الوحيده اللي يتم تعريف السكان بها، وكذلك ان جميع المؤسسات الان ما يقارب من اكثر من 160 مؤسسة حكومية وخاصة الآن تعتد ببطاقة الهوية في تعاملاتها اليومية. كذلك تسجيل الطلبة وإلحاقهم بالمدارس أصبح الآن شرط أساسي في هذا الأمر، هو وجود بطاقة الهوية. ومن هذا المنبر احنا يعني نثمن جهود وزارة التربية والتعليم وكذلك مجلس التعليم في أبو ظبي وقرية المعرفة لي يعني توجيههم للمدارس يعني إشعار أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم حتى يعني ما يفوتهم العام الدراسي. نعم. بعد أن تمكنت هيئة الإمارات للهوية من تسجيل أكثر من 92% من الأطفال دون سن 15، ما هي المرحلة المقبلة؟ حقيقة العدد المتبقي مثل ما تفضلت اللي تم تسجيلهم يعني أكثر من 92%، العدد المتبقي هم الأطفال الذين يعني ملحقين بجوازات ذويهم، وهذا الآن إن شاء الله سيتم تسجيلهم، وكذلك الأطفال اللي إقامتهم تنتهي بنهاية هذه السنة، فهذول طبعا يتم تسجيلهم مع بالتزامن مع تجديد الإقامة. طبعا المرحلة الجاية السنوات الجاية راح يكون تفعيل البطاقة من خلال تطبيقات تم يعني تصديرها من في هيئة الإمارات الهوية ومؤسسات الدولة الأخرى. نعم. فبالتالي سيرى الناس وحقيقة أهمية البطاقة
خلال السنوات الجايه وابتداء من السنه القادمه ان شاء الله تعالى. نعم استاذ مصبح عبيد المسماري المدير التنفيذي للشؤون الاداريه والعلاقات بالانابه في هيئه الامارات للهويه، شكرا لك. شكرا. اخبار دار